السؤال الثاني، هل بصير اعمل هول زيرو كانسليشن في الليفت هاند سايد؟ يعني السيستم عندي ستيبل بس له كاركترستكس معينه، عندي بول هون وبول هون، وانا حابب اغير البرفورمانس تبع هذا السيستم، اغير مكان الدوميننت بولز. لما اجيت شغلت السيستم وحطيت كلوز لوب فيدباك، تحرك الروت لوكس بهذا الاتجاه. بس انا الدوميننت بول، الديزايرد لوكيشن اوف ذا دوميننت بول، متذكرين هاي شو معناها؟ موجود فرضا هون. ماشي، الكل فاهم؟ بهاي الحاله بصير اني استعمل زيرو بول كانسليشن. اوكي، يعني مثلا خلينا نفترض انه عندي الديزايرد لوكيشن اوف ذا كلوز لوب نفترض انه المكان اللي انا بدي اياه هو هون وهون، بامكاني اعمل، او خلينا نقول هون وهون بهذا الشكل، خليني اشيل هاي واشيل هاي، وهذا ما راح يزبط معي. فلو حطيت الان كي وحركت ما راح يوصل للمكان اللي انا بدي اياه. الديزاير لوكيشن انا وجدته من هون، حطيت بيتا، مش هيك؟ كل متذكر شو بنعمل؟ حطينا بيتا هون، بيتا ايش بتمثل؟ الزاوية هاي، شو بتعطيني؟ شو بحكي لي عنها؟ الاوفرشوت، مش زيت. حطيته هون، وبعدين بشرط معين ثاني مثلا عن طريق الرايز تايم حددت انه هون بدي، فهي اللوكيشن اوف ذا كلوز لوب. فانا بدي الان هذا يطلع يتحرك بهذا الشكل وبهذا الشكل بحيث انه يمر من هون ويمر من هون. بامكاني الغي هذا البول باستعمال زيرو واحط البول الجديد هون، بحيث انه التو بولز هلا شو بصيروا؟ يتحركوا باتجاه، انا تمام رسمته المفروض ابعده اكثر من هيك. ايش ضفت انا للبلين؟ ضفت زيرو، بس زيرو وبول. ضفت زيرو، وين حطيت الزيرو؟ على البول الثاني اللي كان موجود هون، فلغيت البول باستعمال زيرو وحطيت بول جديد. شو راح يكون شكل الكومبنسيتر، الكنترول، الترانسفير فانكشن تبعت الكومبنسيتر؟ راح تكون اس زائد، اذا بدك تسمي هدول بي 1 وهدول بي 2 وهذا هون بي 3 وهذا نسميه زد 2، فزد 2 راح يلغي، فراح اعمل هون انا اس بلس زد 2 وهون اس بلس بي 3، عشان لما بضرب الان سي اوف اس بضربها في اف اوف اس. اف اوف اس شو كانت اصلا؟ اس بلس بي 1 اس بلس بي 2 وبضربها في اس بلس زد 2 على اس بلس بي 3. زد 2 حطيتها ان نيوميريكلي مساويه لبي 2، فصار عندي السيستم الجديد له اس بلس بي 3 واس بلس بي 1. هذا هون صحيح ما فيش فيه مشكله، ممكن اني اعمل السيستم هذا غير. وهل غيرت الكاركترستكس تبعت السيستم؟ تغيرت؟ بدل ما كان الروت لوكس عندي بهذا الشكل وما كنت بقدر اجيب بولز غير بهاي المنطقه، صرت الان اقدر اعمل الروت لوكس بهذا الشكل لانه هاي انتهت، بطلت موجوده، وهذا عندي راح يتحرك بهذا الشكل، بضل اغير كي لحد ما الروت لوكس يمر في النقطة هاي من هون. اوكي، ماشي، واضح؟ إذن هاي مسموحة، ما فيها مشكلة.